وينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي هاني وفا. أهلا بك سيد هاني. في البداية، يعتبر الحاكم السابق لقطر حمد بن خليفة عراب السياسة القطرية التخريبية في المنطقة إن صح التعبير. برأيك، هل سيغير تميم بن حمد توجه هذه السياسة، أم ستستمر السياسة التخريبية القطرية القديمة مع هذا الحاكم الجديد؟ من الواضح أنه حتى الآن لا توجد أي اختلافات في السياسات القطرية سواء القديمة أو الجديدة، هو نفس النهج، لا توجد أي اختلافات، بالعكس هو نفس النهج، نفس المبادئ، نفس الأسس للسياسة القطرية. أرى أنه يعني لا توجد أي اختلافات، بالعكس أنا أعتقد أنه صار هناك في المزيد من التدخلات، المزيد من التدخلات في الشأن العربي، الشأن الخليجي، بالسلم التحالفات التي قامت بها قطر سواء مع إيران أو مع إسرائيل، هذه يعني تعتبر شوكة في الخاصة العربية ككل وليس الخليجية. قطر دائما ما كانت تعمل ضد المصلحة الخليجية العليا، وهذه السياسات ما زالت مستمرة سواء من 95 أو قبل ذلك حتى يومنا هذا. وبالتالي أنا لا أرى أي اختلاف بين السياسة القطرية بين الأب والابن، بالعكس هي نفس السياسات، نفس الامتداد، نفس النهج الذي رسم من أجل أن تكون للأسف قطر يعني شوكة في الخاصة العربية والخليجية. نعم، هل سيسهم الضغط الاقتصادي الحالي على قطر والمقاطعة من قبل دول الخليج وبعض الدول العربية بسرعة حل الأزمة سريعا، أم ستستمر قطر في غيها السياسي في هذا الجانب؟ بالتأكيد سيكون له تأثير، هذا واضح، وكان له تأثير من الأيام الأولى، كمان رأينا ذلك في الإعلام، رأينا النتائج على الاقتصاد القطري، هذا كله رأيناه. ولكن هو الفكرة أن يعني تحكم الحكومة القطرية العقل والمنطق في أنها لا تكون بهذا، تقوم بهذا الدور، الدور السلبي تجاه الخليج وتجاه الأمة العربية. الآن نحن أكثر ما نكون أحوج إلى التضامن، إلى الصف، هذا ما فعلناه في المؤتمرات التي عقدت في الرياض مؤخرا، خاصة القمة الخليجية الأمريكية، القمة الخليجية العربية الإسلامية. أعتقد أنه يعني كنا نؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتوافق في العالمين العربي والإسلامي. جاءت قطر بسياساتها المخالفة لكل هذه التوجهات، بدعمها الحركات الإرهابية سواء سياسيا أو اقتصاديا، ولعبت الدور المخالف. بالتأكيد أن ما يحصل الآن في قطر هو نتيجة للسياسات القطرية وليس من دول الخليج والمملكة وقطر، المملكة والبحرين والإمارات قامت بما يتوجب عليها القيام به، إنها تحمي مصالحها، تحمي أمنها القومي، هذا ما فعلت. على الحكومة القطرية الآن أن تقوم بدورها إذا أرادت العودة إلى الحاضن الطبيعي لها اللي هي دول التعاون، الحاضن الرئيسية الدول العربية، وأن لا تلعب الدور السلبي الذي تلعبه حتى الآن. نعم، المحلل السياسي هاني وفا، كنت معنا عبر الهاتف معلقا على القضية القطرية، شكرا جزيلا لك.